يسافر لم يصلي المغرب والعشاء ثم دخل الحرم مثلا والجماعة في صلاة العشاء، فما يفعل؟ سيصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب؟ نعم، ينوي أن يصلي وراء الإمام القائم في صلاة العشاء، ينوي هو أن يصلي فريضة المغرب. فإذا كان أدرك الصلاة وراء الإمام من أولها، فحين يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة ينوي هو المفارقة ويجلس للتشهد الأخير ويسلم، ولذلك تتم فريضته المغرب وراء الإمام الذي يصلي العشاء، ثم يقوم وينوي صلاة العشاء وراء هذا الإمام، وقد يدرك الركعة لإدراكه الركوع وقد لا يدرك الركوع. فحيثما أدرك الإمام في هذه الحالة فهو مكلف أن يتابعه، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته وفريضته على وجه العشاء.